Good morning, Primary 1. How are you? Today we will start lesson 5. Okay? Open your book page 14. Okay? بس قبل ما نبدا البيج الليسون بتاعنا هنعمل كده مراجعة سريعة على the last lesson اللاست ليسون اللي احنا اخدناه اللي كان بيكلمنا عن life cycle of a product اللي هو دورة حياة المنتج بتاعنا، واتفقنا وقسمناها الليسون اللي فات لكام حاجة، لفور ستيب، لأربع خطوات. واتفقنا انه اول اخترنا المنتج بتاعنا كان تي شيرت، وقلنا اول حاجة بيكون كوتون، بعد كده بنعمل له مانيفاكتشر، بعد كده بنشتري اللي هو باي، وفي الاخر وير بنلبسه. اوكي يا برايمري، النهاردة هنتكلم في الليسون بتاعنا بقى عن اللي هو الفور ستيب دول بس بالتفصيل شوية. تمام، اول حاجة هو جايب لنا بيقول لنا the title of this page say technology and the t-shirt، التكنولوجيا والتيشيرت اللي احنا بنلبسه ايه علاقتهم ببعض. read the text below to learn how technology helps people make clothing more easily. هنبدأ نقرأ النصوص الموجودة تحت دي، تمام، عشان نتعلم ازاي التكنولوجيا ساعدت الناس في صناعة الملابس وخلتها اسهل. جايب لنا 3 بوكسز يا برايمري، تمام، وفي كل بوكس جنبها بيكتشر كده بتوضح البوكس ده بيتكلم عن ايه. فلو لاحظنا ان اول بوكس هو جايب لنا بولز اوف كوتون اللي هي الكور بتاع القطن اللي هو لسه بلانت، هو لسه نبات في الارض بتاعته، تمام، بيكون موجود بالشكل اللي في الصورة ده. فبيقول لنا the t-shirts are made from cotton. Cotton grows on plants in fields. A person needs to pick each ball of cotton from the plants. بيقول لنا ان التيشيرت بيبقى، تعالوا بقى نترجم كل جملة كده مع بعض. the t-shirt are made from cotton. اول حاجة ان التيشيرت ده مصنوع من القطن. Cotton grows on plants in fields. بيقول لنا ان القطن ده بينمو كنبات في الحقول. A person needs to pick each balls of cotton from the plants. الشخص محتاج انه ينزع او يشيل الكور دي بتاع القطن من النبات. اوكي برايمري، طب يا ترى هو هيعمل ده لوحده ولا في حاجة هتساعده؟ تعالوا نشوف في البوكس اللي بعده. بيقول لنا there is a machine that can help. The machine is called a cotton harvesting machine. بيقول لنا يا ولاد ان في آلة هي اللي بتساعد الانسان انه يعمل الموضوع ده، والآلة دي اسمها آلة حصاد القطن اللي هي cotton harvesting machine اللي شكلها موجود في البيكتشر ده. يبقى انا لما اجي اسألكوا يا ولاد سؤال واقول what is the machine helps us to pick the ball of cotton from the plants، طبعا كلنا هنجاوب ونقول cotton harvesting machine اللي هي آلة حصاد القطن. طيب يا ولاد تعالوا نشوف بقى الستيب اللي بتحصل عشان نحصل على التيشيرت بتاعنا. The first step to turn cotton into clothes is to separate it from the seeds. بيقول لنا ان اول خطوة عشان ابدأ احول القطن ده لملابس لازم اول حاجة ان انا افصله عن البذور بتاعته. اوكي، there is a machine that can help. في آلة ممكن هي اللي تساعدنا. The machine is called a cotton gin اللي هي الآلة دي اسمها محلاج القطن. اوكي برايمري، turn page ونكمل الستيب بقى بتاعتنا. فبيقول لنا the second step to turn cotton into clothes is to spin it into yarn. اوكي، بيقول لنا ان تاني خطوة ان عشان نحول القطن ده لملابس بتكون ان احنا نعمل غزل للقطن ده ونحوله ليارن، واليارن يا ولاد اللي هو الخيط. تمام، يارن is then woven into fabric. بنعمل لليارن ده حاجة اسمها نسج، تمام، وبنحوله لفابريك. فابريك ده يا ولاد احنا لما بنروح محلات القماش بنلاقي ان القماش بيكون كبير كده وملفوف في شكل بكر، هو ده يا ولاد الفابريك بقى اللي هو القماش. تمام، there is a machine that can help. في آلة هي اللي بتساعدنا على ده. the machine is called a loom.
النول. بصوا يا ولاد، الآلة دي آلة بتكون مربعة كده، بتبدأ تدخل الخيوط في بعضها عشان تحول لنا اليارن تو فابريك، عشان تحول لنا الخيط إلى قماش. أوكي يا ولاد؟ أوكي. To turn fabric into a t-shirt, the fabric is cut to the correct size and shape. The fabric is then sewn together. There is a machine that can help. اوكي، بيقول لنا عشان نبدأ نحول القماش ده يا ولاد لتيشيرت، اول حاجة ان انا ببدأ اقصه على المقاس الصحيح والشكل الصح بتاعه اللي انا عايزاه، تمام. وبيقول لنا ان الفابريك اللي هو القماش ده بيبدأ يتخيط مع بعضيه. اوكي، there is a machine that can help. الآلة بقى اللي بتساعدنا في ده، the machine is called a sewing machine، اللي هي آلة الخياطة او مكنة الخياطة يا ولاد، اللي هي البيكتشر بتاعتها موجودة اهي. اوكي، وبكده يا ولاد نكون اخدنا الستيبس بتاع how to make a t-shirt، او تأثير التكنولوجي في وازاي هي helps us to make a t-shirt، وازاي هي بتساعدنا في ان احنا نعمل التيشيرت بتاعنا. بسرعة بقى يا ولاد هنعمل ريفيجن سريع على اللي احنا اخدناه في الليسون ده، تمام. يبقى احنا اتفقنا to make a t-shirt بنحتاج some steps، تعالوا نعدهم مع بعض من خلال المراجعة بتاعتنا. اتفقنا ان number one cotton plants grow in fields، بنقول ان النبات بيبدأ ينمو في الحقول وبيكون على شكل بول، تمام. بعد كده step number two a person or a harvesting machine، يا اما الشخص او آلة الحصاد بتاع القطن، تمام. pick each ball of cotton from the plants، بتبدأ تحصد او تشيل يعني الكور بتاع القطن دي من على النبات. step number three the cotton fiber is separate from the cotton seeds، بنبدأ نفصل ما بين البذور بتاع القطن والقطن نفسه by a machine، واتفقنا ان that is called الماشين دي بنسميها ايه، a cotton gin، اللي هي آلة المحلاج القطن، تمام. بعد كده يا ولاد step number four to turn cotton into clothes، عشان نحول بقى القطن بتاعنا لملابس، first spin it into strands. اوكي، اول حاجة ان احنا بنعمل له غزل، بعد كده then can the strands into fabric by a loom machine، بنبدأ نعمل له ايه يعني ندخله في بعض ونعمل له زي تداخل كده عشان نحوله لقماش، تمام، من خلال آلة اسمها آلة النول. خلاص يا ولاد، اخر حاجة او the last step to turn fabric into a dress، cut and sewn and sewed the fabric to the correct size and shape by sewing machine. هنبدأ بقى ناخد القماش بتاعنا ده عشان نحوله لفستان او لتيشيرت على حسب الحاجة اللي احنا كنا عايزينها، بنبدأ نقصه او نقطعه يعني، تمام، ونخيطه مع بعضي، تمام، ونبدأ على حسب المقاس الصحيح والشكل اللي احنا مختارينه بآلة اسمها آلة الخياطة. وبكده يا ولاد نكون انهينا الليسون ده مع بعض. اوكي يا ولاد، بعد كده هنتكلم عن ازاي التكنولوجي، تمام، في حياتنا، تكنولوجي in my day او في يومي. اوكي، فجايب لنا some picture، تمام، وبيقول لنا طبعا اول بيكتشر اللي هي لابتوب، تمام، واحنا عارفين ان اللابتوب ممكن نستخدمه at work في الشغل بتاعنا، وهو helps me to، ايه بقى انا عايزاكوا تجاوبوا. انا مثلا قلت to find information، عايزة كل واحد فيكو يفكر ازاي اللابتوب can help me، ازاي يقدر يساعدني، تمام. طيب ممكن ايه كمان، ممكن نقول في ان احنا عايزين نلعب مثلا to play، تمام، فممكن نستخدم فيديو جيم، بلاي ستيشن، تابلت، تمام، وده helps me to be fun،
عشان ابقى سعيد او فرحان، صح ولا لا؟ برضو لو حد عنده اجابة تاني اوكي. طيب هنا اللي هي دي صورة اللي بنقول electrical vacuum cleaner، تمام، اللي هي المكنسة الكهربائية، تمام، ودي بنستخدمها in our life في حياتنا. helps me to، بتقدر تساعدني في ايه؟ to clean my house، عشان انظف البيت بتاعي، تمام. وبكده نقدر نقول ان التكنولوجيا يا ولاد موجودة في يومنا، وهي حاجة very important. ودي حاجة مهمة جدا في حياتنا يا ولاد، وما نقدرش نستغنى عنها. وفي لسون كده جاي بعد كده هنكتشف فيه ازاي احنا ما نقدرش نستغنى يا ولاد عن التكنولوجي في حياتنا. Open your book يا primary page 17. Okay, the title of this page say the homework machine. The homework machine اللي هي آلة اللي هي الواجبات المنزلية، تمام. تعالوا نشوف الآلة دي بتكلمنا عن ايه، والستوري الغريبة دي والعنوان ده هيقول لنا ايه. Read the story below about Samir's invention. هنقرأ الستوري اللي موجودة تحت دي عن اختراع سمير. اوكي. سمير loves to play football. سمير بيحب جدا ان هو يلعب كرة القدم. He plays football every night. هو بيلعب كرة القدم كل يوم، تمام. He plays football all day. طول اليوم بيلعب كرة قدم. When he doesn't have school. لو هو ما عندوش مدرسة. When Samir has homework. لو سمير بقى عنده واجب. He cannot play football. للأسف مش بيقدر يلعب كرة قدم. تعالوا نشوف سمير هيقول ايه. I wish I didn't have homework. سمير بيقول ياه انا اتمنى لو ما عنديش واجب. هو بيفكر في كده. Then I could play football all the time. تخيلوا انا لو ما عنديش واجب انا بالتالي هقدر اعمل ايه؟ هلعب طول اليوم وطول الوقت. سمير has an idea. سمير بقى عنده فكرة، تمام. He will invent a machine to do his homework. هيبدأ يا ولاد يخترع آلة عشان تعمل عنه الواجب بتاعه. Then he can play more football. فبالتالي هيقدر يلعب ايه؟ وقت اطول كرة قدم. سمير uses his imagination. سمير بقى بدأ يستخدم ايه؟ خياله، تمام. He draws a picture of the homework. بدأ يرسم صورة، تمام. homework machine. بدأ يرسم صورة لآلة الواجبات المنزلية دي، اللي هي الآلة اللي هتعمل له الواجب. He makes a list of what the homework machine can do. وبدأ يعمل زي قائمة كده يا ولاد، ويكتب فيها ايه الحاجات اللي الآلة دي هتقدر تعملها، تمام. Then he asks his friend for help. وبدأ يطلب من زميله ان هو يساعده. سمير is ready to build his invention. سمير بقى جاهز ان هو يبني او خلاص بقى نقول ايه، يبتكر او يجهز الاختراع بتاعه. Now he can play more football. دلوقتي هو يقدر يلعب وقت اطول بايه؟ بكرة القدم. Turn page your primary. وهنلاقي ان the title of this page say my invention. اختراعي انا بقى. Write down something you or your family needs help doing more easily. اكتب او ارسم، اكتب تحت، تمام، شيء انت او عيلتك محتاجه عشان يخلي حياتك اسهل. Then ثم write down your idea for a machine or تمام equipment that you can invent to help. هتبدأ يا ولاد تجهز بقى الفكرة بتاعتك دي وتعملها، وتشوف ازاي الآلة دي هتقدر تساعدك او بالخامات دي، تمام. كل واحد فيكو هيفكر في اختراع ليه، تمام، ويكتب هو الاختراع ده محتاجه لايه، وايه هي والتكنولوجيا ازاي هتساعده في ده. اوكي برايمري. انا مثلا كتبت اني عايزة الاختراع بتاعي، تمام، يساعدني في cleaning the house، يساعدني ان انا انظف المنزل،
washing dishes ان انا اغسل الاطباق and buying stuff from the market وان انا اشتري الحاجات بتاعتي من الماركت. كل واحد فيكو هيبدأ يبتكر الاختراع بتاعه ويشوفه هو عايزه لإيه ويصممه على الأساس ده ويرسم صورته في البوكس بقى اللي تحت ده. أوكي يا برايمري، وبكده يا ولاد نكون أنهينا مع بعض ليسون 6.